هو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقائد لبعوثه وسراياه، وأحد خلفاء المدينة إذا غادرها النبي صلى الله عليه وسلم. حب رسول الله الصحابي الجليل زيد بن حارثة رضي الله عنه، ويكنى أبا أسامة، وكان زيد أبيض أحمر، وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصابه سباء في الجاهلية، لأن أمه خرجت به تزور قومها بني معن، فأغارت عليهم خيل فأخذوا زيدا، فقدموا به سوق عكاظ، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد، فوهبته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل النبوة وهو ابن 8 سنين. كان الصحابة رضي الله عنه يدعونه زيد بن محمد، حتى أنزل الله تعالى أدعوهم لآبائهم، وأبطل الإسلام التبني، فأصبح يدعى زيد بن حارثة. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما. حظي زيد رضي الله عنه برعاية النبي صلى الله عليه وسلم وكريم صحبته وجميل نعمه، وأحب زيد النبي صلى الله عليه وسلم وآثره على أمه وأبيه، وأحبه النبي، فكان يشتاق إليه إذا غاب عنه، ويفرح بقدومه إذا عاد إليه. وشهد زيد بن حارثة بدرا، وهو الذي كان البشير إلى المدينة بالظفر والنصر، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم أيمن، فولدت له أسامة بن زيد. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سرية إلا أمره عليهم، ولو بقي لاستخلفه بعده. ولما سير رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش إلى الشام، جعل أميرا عليهم زيد بن حارثة، وقال: فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. فقتل زيد في مؤتة من أرض الشام. ولما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر قتل جعفر وزيد، بكى وقال: أخواي ومؤنساي ومحدثاي. وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادة. ولم يسم الله سبحانه وتعالى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب غيره من الأنبياء إلا زيد بن حارثة.